تصرف سيدنا آدم لما عرف إن قابيل قتل هابيل عليه السلام هو تصرف كإيه؟ كنبي ولا كأب؟ عشان في فرق ما بين الاثنين. أنت مش ملاحظ حاجة يا أستاذ أحمد؟ اتفضل. ما جاش سيرة آدم خالص. كشخصية منفردة. صح. إنما قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. إنما هل جاب سيرة آدم إنه كان حاضر الحادثة أو حضر اللقاء أو حضر الموضوع؟ لا. واضح تماما، واضح تماما إن آدم ما حضرش الحادثة دي. طب جبت الكلام ده منين؟ مين يقدر يقول لي؟ إيه الشيخ بقى؟ إن آدم ما حضرش. لأن لو سيدنا آدم حضر الحادثة دي ما كانش الأمور هتوصل لكده، ما كانش هيقتل. يا سلام يا سلام يا بنتي. أدي واحد. الأمر الثاني، ما كانش واحد فيهم مش عارف ازاي يوري سوءات اخيه. أيوة، كان ادم قال له يعمل كذا وكذا. ما كانش الامر يحتاج غراب. فواضح ان سيدنا ادم ما حضرش الواقعه دي. ده استنتاج على فكره. ما هوش نص، كانش موجود في سواء كده. يا سيدنا برضه ربنا اخبره بالقصه اللي حصلت، يعني كده ربنا اخبره ان في، لو كان في وقف عصره ممكن يكون ادم في مكانه وهم في مكان، يبقى اكيد اخبره، لان ربنا اخبر اهل الارض كلهم في قران يتلى الى يوم القيامه. كلام منطقي بالظبط.